انا راح اوقع بدون ما اقرا بعرفش افهمهاش اذا قرأتها بدك بعدين تشرح لي اياها خلص وقع دكتور أنا بس فخورين. بحب أقول إنه ناشي كلمة في داعي لا باسم وزارة التربية والتعليم والحكومة الأردنية منوجه الشكر الجزيل للدكتور طلال أبو غزالة ومؤسسة طلال أبو غزالة للتبرع بمئة جهاز حاسوب لوزارة التربية والتعليم. وكلنا نعرف أن الآن يعني الثورة الصناعية الرابعة بدون أجهزة حاسوب متوفرة في المدارس متوفرة للطلاب لا نستطيع التحدث لا عن عصر الدقانة ولا عن عصر الثورة الصناعية الرابعة بكل متطلباتها. فتكرم علينا الدكتور بمنحنا 100 جهاز حاسوب، ولكن أيضا في حديثنا كانت بداية يعني واضح أنها خطوة أولى من مجموعة خطوات إن شاء الله بمراكز للحاسوب على مستوى المملكة والمحافظات، وعدة أفكار في التعاون مع مؤسسة طلال أبو غزال إن شاء الله من توجها بتوقيع مماثلة. ودكتور أنت دائما تمثل القطاع الخاص في أبهى صوره في المسؤولية الشعور الحقيقي بالمسؤولية المجتمعية بالتعبير عنها، فنشكرك يا سيدي على هذا العطاء المستمر والدائم بالفكر والمادة والدعم والتدريب بكل أشكال. أنا ما عندي إلا أن أقول الشكر يجب أن يوجه لمعاليك إنك أتحت لنا هذه الفرصة. عندما يستطيع الإنسان أو المواطن أن يؤدي واجب فهو يشكر من يتيح له هذا الشرف. أداء الواجب شرف مش فضل. أنا عندما أقوم بخدمة مجتمعي الذي هو صاحب الفضل علي ودولتي التي هي صاحبة الفضل علي وسيدي جلالة الملك الذي هو صاحب الفضل علي، أنا ما إنما أقوم جزء قليل من واجبي، وخصوصا عندما يكون على رأس المؤسسة شخص في حجمك ومكانتك وعلمك. وأنا مسيرتي الطويلة معك في عدة مجالات علمية وفكرية راقبت فيها بعد نظرك وقدرتك الإدارية وقدرتك على اتخاذ القرار وعلمك، فأن تكون على رأس هذه الوزارة هذه فرصة لي لأؤدي واجبي بما تستحق هذه الوزارة في ظل رئاستك. أنت هنا في مكان هام جدا، أنت تصنع أولادنا للمستقبل، أنت تصنع مستقبلنا في هذا المكان، وبالتالي أي شيء تؤمر فيه. وأنا قلت أنا هذه مثل ما تفضلت بداية، وكل ما تطلبه في هذه الوزارة لهذه الوزارة ستجد أنه إحنا تحت أمرك. الله يخليك يا سيدي، هذا من لطفك، إحنا سعيدين جدا. سيدي أنا فخور وسعيد بك. فخر إلنا يا سيدي دائما. فخر إلنا. الله يخليك. شكرا.